سي بدر صباح الخير، انتم باعتباركم رئيس الجمعيه الرياضيه لكره المضرب اعطيتوا الانطلاقه نتاع الدوري، تكلمنا على الدوري والفرق اللي فيه مشاركه وكيفاش غادي تتم العمليه، تفضل سي بدر. بالنسبه للدوري هو اول دوري اللي بالنسبه لمدينه تازه في التنس، وهاد النهار عندنا السبت واحد عندنا الانطلاقه نتاع الدوري هذا تبدا هاد النهار، وعندنا السيمانه الجايه عاوتاني كنلعبوا الدومي فينال والفينال ويلعبوا حتى البنات. شحال عدد المشاركين؟ عدد المشاركين كاين 40 ذكور و10 اناث. 10 اناث، هذا دوري وطني. دوري وطني لاول مره في مدينه تازه. لاول مره في مدينه تازه، يعني دابا غير الانطلاقه الاسبوع اللي موراها. الاسبوع اللي موراها عاد غادي ندير الفينال. ندير الفينال ويكون حضور السيد العامل والسلطات وعلمنا السلطات اللي جا مرحبا به. وكنتمناو باش كلشي يشرفنا هذا. كتبان بان الانطلاقه راه كاينه تباري قوي ما بين المهم الاورغانيزاسيون كلشي راه مقاد كلشي مزيان الحمد لله. شكرا لك سي بدر. صباح النور سي ادريس، انتم من بين اقدم واعرق الناس اللي كيهتموا بهذه اللعبه، وعندك عضويه كبيره في المكتب، واللي كنعرفوا بان عندك الابن ديالك من الناس اللي خداو في هذا المسار، وهو من بين الناس اللي راهم كيقريو دابا في سويسرا وداز مسار مع الابطال نتاع كره المضرب من مدينه تازه الان راه في سويسرا. تكلمنا على الدوري وعلى الابن ديالك سي ادريس. السلام عليكم. بعدا الدوري ديال مدينه تازه اول مره كيديروا هذا. اول مره هذا وطن، يعني هذا هو اول مره الله كيدير راسنا، كنتمنى حنا هذه الفرصه اللي عند هذا الدوري ديال تروازيام كراج. تروازيام فيها لي كلاسي، فيها تروازيام سيري وفيها تقريبا لي نون كلاسي، مع الجامعه عاونت، ماشي عاونتنا، وهو انه عطاونا هاد الموهله، حنا درناها تكون جوج سيمانات، ست سيمانات ان شاء الله ديال الاحصائيات، والسيمانه الاخرى غادي تكون ساري فينال، ديمي فينال ولا كارت فينال والفينال، هادو هما الاوراق. فيها الفئات بجوج نتاع الاناث. الفئات ديال الاناث وديال الدراري. وهذا النادي كان شويه مهمول، شويه كان على قد الحاله، اما الان دابا الحمد لله كاين المسائل دابا امكانيات شويه ولات مزيانه، الامور ولات مزيانه، مع الحمد لله حتى انا ذاك الوليد حتى هو راه كيعاون ضروري يعاون كيعاون هذا النادي، وراه الحمد لله حتى هو راه مشى في نفس المسار، يعني راه دابا كيدير الاستاذ ديال سميتو كره المضرب في جنيف في سويسرا، وصافي دابا تقريبا خامسة هذا العام ولا خامسة ولا ستة العام اللي راه تبارك الله راه دابا تما في لاس بيس، وهاد الايام هادي حتى هو راه كان جا حضر هنا وقف، وحتى هو مستعد باش يتضامن ويتعاون مع الكلوب ديالو. قال الحمد لله غادي نحاول ما امكن لنا باش نسبونسيريزيو هذاك الكلوب ديالكم ديال تازا، نعاونو. نتمنى من الله. نتمنى يكون كل شيء على خير، نتمنى حتى السلطات وحتى الناس يعاونوا في المنزل. شكرا لك سي ادريس.